السمو الملكي إلى أمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله ورعاهم، ومتابعة كريمة من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لسباقات الهجن. متابعينا في كل مكان، انطلاقة الشوط الرئيسي للحقايق القعدان العام، هنالك كأس بالانتظار، الشوط المرتقب. نتقدم مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى أول المراكز. من يتقدم هنا؟ عبد الله بن راشد بن علي بن راشد آل جابر المري مع ذهب على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصول من شعارك يا بن رفعان مع المهندس عايض بن رفعان بن عايض القحطاني، حضر لتحقيق الأماني والتسلل من موفق، وصل مانع بن راشد بن حمد آل منجم، وصل البطل، وصل البطل أحد المرشحين في هذا الانطلاق الكبير بانتزاع الكاس، الكاس اللي حير الناس. هنا بن طحنون يتحرك، بن طحنون هنا ثاعي، ثاعي وصل مالك ثاعي، فيصل بن فهد، بن فهد الهاجري يصل على المركز الثالث، رابعا قادم في هذه اللحظات من يصل ويتقدم المهندس، وايضا شعار عبد الله بن راشد المري مع ذهب، وايضا الوصول من السناري على المركز الخامس مع ملبي، وقدوم من شعار البريكي صالح بن ضيف الله البريكي مع زيزوم، مع زيزوم. الله يا شوط الكاس، الله يا شوط الكاس، ناس على كسب الجمايل تسابق، كل يبي النوماس من طيب راسه. يا مالك موفق، مانع بن راشد بن حمد آل منجم، وايضا حضور من ذهب، ذهب 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 باحثا عن الذهب، وصل عبد الله بن علي بن راشد المري، ولكن لنا عودة إلى البطل، إلى موفق، إلى موفق أبناء المملكة، الرمز الثاني في الرصيد، في الرصيد. هنا هنا مانع بن راشد بن حمد آل منجم، وحال لسانه يقول إن عشت لقدم في الصفوف الأوائل، وقول أنا في ساحة العز موجود، موجود موجود موجود، أبطال المملكة حاضرين، حاضرين خاطفين لكأس الحقائق العام، أبطال نجران، أبطال نجران في كل مكان في كل زمان، هم الأبطال من يمثلون أبناء المملكة، أسود المملكة في هذا المساء. مشكور مشكور يا مالك موفق، مانع مانع لا ممانعة أبدا من أجل خطف الكاس، مانع بن راشد بن حمد بن حشان آل منجم يضيف الكاس الثاني في الرصيد، كأس المفاريد هنا في هذا العام، ويضيف كأس سموه ولي العهد في هذا المساء الجميل. التوقيت الزمني دقيقتين 48 ثانية 47 جزءا من الثانية، المركز الثاني وصل ذهب عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري، دقيقتين 49 ثانية 76 جزءا من الثانية، المركز الثالث زيزون بشعار صالح بن ضيف الله بن علي البريكي، دقيقتين 50 ثانية 38 جزءا من الثانية، المركز الرابع وصل قناد بشعار سهيل بن رملي العامري يصل على المركز الرابع، المركز الخامس وصل رعاب، وصل صالح بن مبارك بن سميتان النهدي يصل على المركز الخامس. متابعينا في كل مكان، يا من تابعتم، يا من راقبتم هذا الصراع، هذا النزاع، حتى
حتى الخط النهاية، وكانوا أبطال المملكة حاضرين مع موفق من حمل الترشيحات. هذا البطل يحضر في مثل هذا اليوم، يحضر خاطفا لكأس مهرجان سمو ولي العهد. هذا البطل الذي صرح، الذي أثبت أنه بطلا من أبطال المملكة. مشكور يا أبو راشد مانع بن راشد بن حمد بن حشان آل منجم اليامي، ذهب بالسلام. هنا من مثل أبناء المملكة العربية السعودية، من مثل جميع ميادين المملكة وتحديدا ميدان نجران. أبطال ميدان نجران حاضرين في كل مكان، حاضرين في أشواط الذهب، متابعين في كل مكان. هكذا انتهت قصة ورواية كؤوس مهرجان سمو ولي العهد لسن الحقايق. الكأس الأول ذهب مع أبناء مملكة البحرين، الكأس الثاني ذهب مع أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، الكأس الثالث ذهب مع أبناء دولة قطر، الكأس الرابع وختامها مسك مع أبناء المملكة العربية السعودية. أشواطنا مستمرة بإذن الله تعالى، متمنين التوفيق والنجاح والسداد.